حبايب الأطفال أخباركم إيه؟ يا رب تكونوا بخير درسنا هيكون عن الشهور شهور السنة شهور السنة 12 شهر 12 months عندنا 12 شهر تعالوا بقى نحفظهم مع بعض January 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 يعني يناير January يناير شهر يناير جنواري يناير جنواري يناير فبراير 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 يعني فبراير 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 مارس مارش يعني مارس مارش مارش شهر مارس مارش مارس مارش شهر مارس مارش ابريل ابريل اللي هو شهر ابريل 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 شهر ابريل ابريل شهر ابريل 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 ماي ماي شهر مايو ماي مايو ماي مايو جون 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 اللي هو شهر يونيو جون 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 شهر يونيو. جولاي جولاي شهر يوليا جولاي جولاي شهر يوليا جولاي شهر يوليا اوغست 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 شهر اغسطس اوغست شهر اغسطس اوجست اوجست شهر اغسطس اوجست اوجست سبتمبر شهر سبتمبر سبتمبر شهر سبتمبر سبتمبر شهر سبتمبر شهر سبتمبر September. بالانجليش هي سبتمبر بالعربي شهر سبتمبر بالانجليش هو شهر سبتمبر بالعربي اكتوبر اكتوبر شهر اكتوبر 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 بالانجليش هو اكتوبر بالعربي اكتوبر بالانجليش هو هو نطقه بالعربي اكتوبر اكتوبر شهر اكتوبر نوفمبر 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 شهر نوفمبر هو برضو بالانجليش نوفمبر بننطقه برضو بالعربي نوفمبر 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 ديسمبر 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 يعني شهر ديسمبر ديسمبر شهر ديسمبر يبقى شهور السنه عندنا اتناشر شهر تعالوا نقولهم تاني مع بعض جينوري يناير جينوري يناير جينواري جينوري يناير فبري 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 فبراير February فبراير مارش مارس مارش شهر مارس مارش مارس مارش مارس ابريل 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 شهر ابريل 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 شهر ابريل ماي شهر مايو ماي شهر مايو ماي مايو جون جون شهر يونيو جون شهر يونيو جون شهر يونيو جون يونيو يوليو جولاي شهر يوليو جولاي يوليو جولاي يوليو اوغست شهر اغسطس اوغست شهر اغسطس اوغست شهر اغسطس اوغست اغسطس سبتمبر شهر سبتمبر سبتمبر شهر سبتمبر سبتمبر بالانجليش هي هيها نطقها بالعربي اللي هو سبتمبر شهر سبتمبر اكتوبر اكتوبر بالانجليش نطقها برضو بالعربي اكتوبر اكتوبر شهر أكتوبر، أكتوبر، شهر أكتوبر، نوفمبر، نوفمبر، شهر نوفمبر، ديسمبر، شهر ديسمبر، ديسمبر، شهر ديسمبر وبكده يبقى إحنا خلصنا درسنا النهاردة عن شهور السنة اتناشر شهر في السنة عندنا كام شهر في السنة؟ اتناشر شهر 12 months 12 months وبكده نكون خلصنا درسنا النهاردة عن شهور السنة أتمنى يكون الدرس عجبكم وما تنسوش تعملولي شير ولايك وسبسكرايب شكرا جزيلا Thank you so much